باشمهندس عدلي القيعي، طبعا برحب بوجودك معانا، وعايزه في البدايه اسالك عن التعاون المشترك بين الاهلي النهارده واليونيسف. حضرتك شفته؟ خطوه مهمه جدا يطلع بها النادي الاهلي كعادته في دوره المجتمعي، في رسالته الواضحه جدا في دعم اهداف الدوله، في رعايه تبدا من رعايه الطفل. الطفل يحتاج مننا كلنا جهود اكبر بكتير جدا من اللي بتحصل النهارده. ان لحد النهارده ما انا شايف برامج مخصصه للطفل على المستوى الحقيقه، يعني احنا مش عاجزين ان احنا نعمل. وعشان كده كان سؤالي، هل هناك برامج يمكن الاستناد اليها اعلاميا ان احنا نخاطب بيها الاطفال او نطبقها قبل التعادل وبعد التعادل؟ الامور لم تتغير كثيرا. اذا اراد الاهلي ان يحسم الدوري كامل اللي هو المشوار اللي كان ماشيه، مقاولين العرب لو كان عايز يهدي الدوري نادي الاهلي كان زمان الاهلي بطل الدوري، مقاولين العرب غلب النادي الاهلي، ف يعني ما تعادلش حتى معانا. فإحنا لا دي سكتنا ولا سكة ولادنا في أي حتة. كانت الناس في يناير مش مصدق إن أنا حنافس. طب ما المنافس عنده نفسه الفرصة إنه ممكن يجي من ورا. شوفي النادي الأهلي مصيره في إيده، يحسمه إذا كانت الأمور فير. لو طبقنا معايير الفير بلاي أنا مش خايف على النادي الأهلي إلا من التوفيق طبعا. أخيراً باشمهندس عدلي، شفت استضافة مصر البطولة الأفريقية إزاي وشفت مستوى المنتخب المصري إزاي؟ على شقين، الشق الفني ولا أسوأ، الشق التنظيمي والسياسي والبنية الأساسية ولا أروع، ببساطة شديدة جداً.